إشارة الوطنين هذه تعتبر أهم حدث في تاريخ الدولة. أنا أدعو أنكم شوف جيبوها شوف زنقة زنقة وكلها ونعملوا فيها ريزافيش ونرغبوا العباد فهمتني ونعملوا كل حدث صغار قبل ما تبدأ تنطلق كينا نحكيكم النورمال مود نبدأ فيها تواي فهمتني كمل أنا نخرج منها وتنطلق العباد وانتم أطبعوا على وراثي يكونوا ما تكونوش معناها بيضة وكحل الحبوس اللي بركزين منهم نزي ما نمشي على روح عليك فهمتني حبوس يكونوا أوكولو بيه مش بيه فهمتني جيب لي واحد يلعب في الكورة جيب لي طفلة تلعب في الباسكيت جيب لي طفلة تلعب في التنس ما بيه ليه جيب لي بيع خضر وغلال من المرش جيب لي تاجر جيب لي بطال واضح جيب لي شوفير بتاع كار نادينا الجيش ونادينا الحرس ونادينا الديوانة ونادينا الشرطة ونادينا السجون والصلاح ونادينا الحماية المدنية والأخرى والديوانة هذوما الكل ونادي لي حوات ونادي لي واحد يصلح في الصباغ ونادي لي واحد يصلح في العجل بتاع الموتورات واضح ونادي لي بحار هذوما الكل نحب نشوفهم الكل وتسجلهم لي ونتفرج بهم فهمتني والفصل الثالث من الدستور شنو فيه الشعب صاحب السيادة إذا نحن اليوم مشينا للشعب هو صاحب السيادة واضح ولا لا؟ والسيادة تنطلق من إرادة الشعب التونسي ليست بإرادة المسؤولين نحن لسنا إلا خدامة عند الشعب التونسي كل واحد قاعد في دار ولا في فرج في فرج في مارس ولا في خدمته يجب التليفون ولا يزيد شوف ماذا يعني أنها ناضجة؟ أنها فيها الفئات العمرية كل وفيها الفئات الاجتماعية كل حتى من 6 سنين وانت ماشي فهمتني حتى ل 100 سنه واكثر وكذا فهمتي وربي يطول عمرك الدكتور بطاقة تعريف حق التلميذ ما تخلوش البطاقة بطاقة تعريف العملية من الأول